كل عام والشعب العراقي بألف خير وإخواننا المسيح خصوصا بألف خير بأعياد الميلاد وسنة سعيدة عليكم يا رب. كل عام والشعب العراقي بألف خير وبالأخص أخواتنا المسيحيين نحب نقلهم عيد ميلاد مجيد عليكم إن شاء الله، وإن شاء الله الله يعني يفرجها على الشعب العراقي. كل عام والشعب العراقي كله بخير وهني أخواتنا العراقيين والمسيح. كل عام والشعب العراقي بألف خير وأحب أهني أخواتنا المسيح ورب يحفظهم ويبارك فيهم. أحب تهني أخواتنا المسيح مناسبة عيد المسيح. والله نتمنى لهم كل التوفيق وكل عام شعبنا العظيم بكل طوائفه وكل قومياته وكل مذاهبه بألف خير، وإن شاء الله ينعاد علينا بالصحة والعافية والأمن والأمان إن شاء الله. Congratulations for our fellow Christians for this wonderful holiday and we wish you a Merry Christmas. كل عام والشعب العراقي بألف خير وأخوتنا المسيح، وحب نقول لهم كل عام وأنتوا بألف خير عيد مجيد. كل عام وأنتوا بخير وكل سنة وكل عام أخواننا المسيح بخير. كل عام والشعب العراقي جميعا إن شاء الله بألف ألف خير، وخصوصا أخواننا المسيحيين إن شاء الله كل عام هم بخير وعافية وصحة وسلامة.